الله يا رحمن يا رحيم. توجه له، اشوفكم مقام سيدنا ابراهيم حتى نتوجه خلف المقام نصلي ركعتين صلاة الطواف. هذا هو مقام سيدنا ابراهيم، صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو مقام سيدنا ابراهيم، وهذه هي قدميه. صلى على سيدنا محمد صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو اللي ما شاف، هذا هو مقام سيدنا إبراهيم. يا الله يا الله، نتوجه نصلي صلاة الطواف خلف مقام نبينا إبراهيم. صلاة الطواف ركعتان، الركعة الأولى قراءة سورة الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية هي قراءة سورة الفاتحة والإخلاص. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هاي حملتنا لأدون صلاة الطواف، حاليا موجودين في هذا المكان، نروح نطمن عليهم ونشوفهم. الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. طبعا هذا البث بثنا لكم مؤتمرين ومتابعين الأعزاء حتى نعيشكم هاي الأجواء إن شاء الله، وندعي لكم أنه الله يرزقكم لزيارة بيتك الحرام والصلاة في صحن المطاف. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، الله يحفظك. يا الله بعباس، شنو وحدي رحت طفت وحدي؟ ايه فت شعور. ايه طبعا وحدي وحدي شيء، الدمع قام ينزل من عيني. ترتاح ارتاحت، ترتاح ترتاح. نسينا المرة بس جت عم جرب المرة. هاك نسينا. من صعدنا بالباص قلت له الحجيات شوف انا الوراء كان قدام كل شيء كاملة كان هي كنا كاملة. أشهد أن محمدا رسول الله.